في هذا الفيديو هنتعرف على أشكال أصغر ثمرة للب قرع الكوس. لب قرع الكوس دي أشكال كده للثمرة، حجم صغير خالص، أصغر حجم. فانت هتشوف الفيديو دوت ايه الاختلاف بين الأشكال ديت والبذرة بتاعتهم، وشكلهم مختلف في الحباية بتاعتهم. طبعا لب قرع الكوسة من المحاصيل اللي بتنزرع في الأراضي الصحراوية، اللي بتاخد في الأرض حوالي من 4 لـ5 شهور، بينزرع بداية من شهر 2 لحد شهر 6، كل الفترة دي كده. لو انت عاوز تعرف معلومات اكتر هتلاقي كل ده موجود على القناة عندنا. فلو انت لسه جديد اشترك في القناة وتابع معانا الفيديو ده للنهاية، هتلاقي فيه حاجات كويسة جدا. اول نوع اللي هو اللي في النص ده، لون ابيض شوية، بيبقى فيه شكل البذرة صغيرة شوية، النوع اللي هو ده كده. هنفتح كل واحدة فيهم ونشوف شكل البذور اللي فيهم عاملة ازاي. هنبدأ بدي اول واحدة كده، واول نوع معانا زي ما انت شايف كده، تبقى البذور مترتبة بشكل معين جوه الحباية بالشكل ده كده، زي ما انت شايف كده. تابع بقى الفيديو للنهاية وهتشوف الفرق بين البذور التلاتة وشكلهم عامل ازاي، الـ3 أو 4 أنواع اللي معانا. طبعا ده اقل حجم موجود، فمش معنى ان هو صغير ان هو مفهوش بذور، لا، بيبقى فيه برضو بذور بس بكمية اقل شوية وجودة اقل شوية. كل ما تكون الحباية كبيرة بيبقى الجودة بتاعتها عالية والحباية اكبر كمان. فاحنا هنفتح كل واحدة وهنشوف البذور اللي فيها عاملة ازاي.